مسألة تانية يا جماعة عشان ما كنتش بسجل. في الجزء الأخير من الميتنج ده احنا هنحل المسائل بتاعت امبيرز لو اللي هي مسألة 7 و8 في الشيت. مسألة 7 بتقولي في عندك ستيدي كارنت اي بيفلو داون الونج سلندريكال واير اوف ريديوس اي، في عندي كوندكتور او سلك، السلك ده ليه ريديوس اي ليه فوليوم او الفوليوم بتاعه كبير يعني زي ما مرسوم في فيجر 2. بعد كده قال لي فايند الماجنتيك فيلد بوث انسايد اند اوتسايد ذا واير. If the current is uniform, لو التيار بتاعي كان uniformly distributed over the outside surface of the wire على السيرفيس بتاع الواير. بصوا يا جماعه التيار ده ماشي في فوليوم، فاحنا هيبقى عندي جي، فاحنا اول حاجه عايزين نجيبها نحسب الجي بتاعه اللاين ده. الجي بتاعه اللاين ده يا جماعه عباره عن اي مضروب مقسوم على الاريا اللي هي باي اي سكويرد. وعشان اجيب التيار اللي ماشي في دوريه صغيره زي الدوريه اللي جوه دي كده يا جماعه، يبقى هضرب الجي في الاريا، يعني هضرب الجي اللي هي اي على 2 على باي على باي اي سكويرد، هروح اقسمها على الاريا الصغيره اللي هي باي في الريديوس بتاع الاريا الصغيره دي. ده عشان اجيب التيار اللي ماشي جوه دايره زي دي. مساله زي دي يا جماعه عشان نحلها هنستخدم امبيرز لو. امبيرز لو بيقول لي ان اتش دوت دي ال بيساوي اي انكلوزد، وامبيريان باس بيبقى عباره عن دايره في الحاجات دي، لان الدايره دي هي اللي بتحقق لي ان الاتش بتوازي الباس، وان الباس ده كلوزد باس، وان الاتش ثابته على الباس ده. فيبقى الاتش دوت دي ال دي هتبقى عباره عن اتش في اللينس بتاع امبيريان باس اللي هي اتش في 2 باي ار، والاي انكلوزد دي هتبقى عباره عن الاي مضروبه في باي ار سكويرد على باي اي سكويرد، او اي في باي رو سكويرد على باي اي سكويرد، والبايز هتروح مع بعضها يبقى اي في رو سكويرد على اي سكويرد بس. يبقى الاتش مضروبه في 2 باي رو بتساوي اي في رو سكويرد على اي سكويرد، اودي 2 باي رو الناحيه الثانيه تطلع معايا الاتش اللي جوه الكوندكتور عباره عن اي على 2 باي ثرو على اي سكوير. بره الكوندكتور بقى يا شباب التيار اللي جوه او اي انكلوز ده بقى عباره عن التوتال كارنت. التوتال كارنت بتاعي اللي هو اي يعني اتش في 2 باي رو بتساوي اي، فيبقى الاتش هي اي على 2 باي رو اللي هي الانفينيت لاين، المعادله المشهوره قوي بتاعه الانفينيت كوندكتور. ماشي يا شباب، هو طلب مني اجيب الاتش وبعد كده ارسمها، فاحنا عندنا المعادله الاولانيه دي عباره عن ستريت لاين مع رو، فيبقى الاتش بتاعتي جوه الكوندكتور عباره عن ستريت لاين مع رو، وبره الكوندكتور انفرسلي بروبورشنال مع رو، يبقى اروح راسم انفرسلي بروبورشنال مع رو. ماشي يا جماعه، واضح جدا المسائل بتاعت امبير اسهل بكتير قوي من المسائل بتاعت بايو صفر. مساله رقم 8 والاخيره في الشيت النهارده او اخيره في السكشن بتاعنا النهارده، بيقول لي في عندي كواكسيال سلندريكال كوندكتور، كوندكتور كواكسيال with an inner radius A and outer radius B and C. عندي كوندكتور زي ده بالظبط يا جماعه، وبره منه في سلندريكال شيل ثانيه الريديوس بتاعتها B وC. دول بيكاريو كارنت I in the positive Z direction of for the inner conductor. This current may be assumed to return in the outer conductor. بص يا جماعه احنا اي سلك عندنا بيكون ليه طرفين، واحد فيهم التيار رايح والتاني التيار راجع فيه. التيار بيروح من السبلاي لللود في البوزيتيف كوندكتور، ويرجع من اللود للسبلاي في النيجاتيف كوندكتور عشان يقفل اللوب كامل. بيقول لي this current may be assumed to return in the outer conductor. The current is uniformly distributed over all the conductors. Find using ampere the magnetic field in all regions، يعني من اول الصفر لحد infinity، وبعد كده sketch الماجنتيك فيلد. طيب نبدا يا جماعه، اول حاجه يا شباب الاسطوانه اللي جوه دي او الكوندكتور اللي جوه دي احنا مش محتاجين نحسبها تاني، لان احنا لسه عاملينها في مساله رقم 7. جوه الكوندكتور بيبقى اي على 2 باي في رو على اي سكويرد، وبره الكوندكتور بيبقى اي على 2 باي رو، يعني ريجون من اول زيرو لحد ايه؟ اي على 2 باي في رو على اي سكويرد، دي زي ما احنا عاملينها في مساله 7، ومن اي لحد بي اي على 2 باي رو زي ما احنا عاملينها في مساله رقم 7. نبدا بقى اللي يزيد علينا يا شباب، هو لما اخد امبيريان باس من اول ريديوس بي لحد ريديوس سي. من اول ريديوس بي لحد ريديوس سي يا جماعه الليفت هاند سايد هتبقى اتش في 2 باي رو، الرايت هاند سايد بقى هيبقى فيها التيار اللي جوه الباس بتاعي. لما تاخد دايره
ما بين البي والسي، هيبقى فيه تيار اللي جوه اللي هو اي، والجزء اللي انت واخده من الكوندكتور ريتيرن. بس خد بالك الكوندكتور ريتيرن ده نيجاتيف اي مش اي، فيبقى الاي بتاعتي هي عباره عن اي بتاعت الكوندكتور اللي جوه ناقص الحته اللي بره دي. بقى اول حاجه جبت جي اللي هي الكرنت دينستي اللي هي عباره عن اي على المساحه بتاعه السلندريكال شيل. مساحه السلندريكال شيل دي يا جماعه اللي هي باي سي سكوير ناقص باي بي سكوير. مساحه السلندريكال شيل باي في سي سكوير ناقص بي سكوير، قسمت اي على المساحه دي عشان اجيب الجي، بعدين اضربها في الجزء اللي انا واخده اللي هو مساحته هتبقى باي فرو سكوير ناقص بي سكوير. انا جبت مساحه السلندريكال شيل دي يا جماعه ان انا خدت المساحه بتاعت الدايره اللي بره وطرحت منها المساحه المتفرغه اللي في النص. نفس الكلام يبقى عندي باص الريديوس بتاعه رو من اول بي لحد رو هيبقى باي رو سكوير ناقص بي سكوير. يبقى التيار بتاعي يا جماعه اللي هو في الريجن من بي لسي هيبقى اي تيار الكوندكتور اللي جوه ناقص جي في المساحه اللي انت واخدها من الكوندكتور اللي بره. تبقى معادله التيار شكلها عامل كده، وانا رتبتها جمعتهم مع بعض وظبطتها عشان اوصل للفورم اللي تحت دي. اتش على 2 باي رو بتساوي اي انكلوزد، يبقى اتش بتساوي اي على 2 باي رو في الترم اللي هو اللي انا كاتبه ده اللي هو سي سكوير ناقص رو سكوير على سي سكوير ناقص بي سكوير. اخر حاجه يا جماعه لما اخد امبيريان باس بره الكوندكتورز دي، اتش على 2 باي رو ده هو الليفت هاند سايد اللي هو اتش دوت دي ال، ورايت هاند سايد يبقى اي انكلوزد، ولان انا عندي بوزيتيف اي والكوندكتور الثاني نيجاتيف اي يبقى التوتال كرنت انكلوزد بزيرو. يبقى اتش بره السلندريكال بتاعتي او بره الكوندكتور بتاعي بصفر. يبقى انا كده جبت اتش في ريجن 1 2 3 و4. واخر حاجه ترسم بقى الكلام ده ستريت لاين انفرسلي بروبورشنال انفرسلي بروبورشنال وفي الاخر بزيرو. مش ممكن تعيد بس بي والسي تاني؟ ممكن تعيد بي والسي تاني معلش. البي والسي اللي هو ما بين البي والسي هنا؟ اه عشان تجيب اي انكلوز ده انت المفروض تاخد التيار اللي هو بتاع الكوندكتور اللي جوه ده كله جوه الباص بتاعك مش كده؟ انهي واحد بالظبط؟ معلش اقول لي على كده مش عشان الكوندكتور اللي جوه ده الباص بتاعك عباره عن دايره ما بين بي وسي. اه ايوه ماشي. اللي جوه التيار كله موجود، الكوندكتور اللي بره جزء من التيار بس موجود من اول ريديوس بي لحد الريديوس بتاع الدايره نفسها. صح كده؟ يعني من اول بي لحد رو. فانا التوتال كرنت انكلوزد باي امبيريان باس عباره عن اي ناقص الجزء اللي انا خدته من الدايره اللي بره دي او اللي خدته من الكوندكتور اللي بره. عشان تجيب اللي خدته من الكوندكتور اللي بره، انا اول حاجه جبت الكرنت دينستي اللي هي خدت اي قسمتها على الاريا بتاعه السفيريكال السلندريكال كوندكتور اللي بره ده اللي هو السلندريكال شيل دي ماينس بتاع ايه مضروب بتاع ده مضروب في الحته اللي احنا حسبناها مضروب في الحته اللي انت خدتها. الاريا بتاعت السلندريكال شيل عباره عن باي في سي سكوير ده الريديوس الكبير ناقص باي في بي سكوير اللي هو الريديوس الصغير. يبقى انت كده اي على باي في سي سكوير ناقص بي سكوير ده الكرنت دينستي. بعد كده ضربته في المساحه اللي انت خدتها منه اللي هي باي في رو سكوير على ناقص بي سكوير. يبقى ده التيار بتاع الحته اللي انت واخدها من الكوندكتور اللي بره. اي ناقص التيار ده تطلع معاك شكل المعادله زي ما انا كاتبها. تمام. انت خدت حسبت التيار اللي هو جوه اصلا، التيار اللي هو بتاع في جوه اصلا في الاي بين اي والرو، وحسبتها من بره اللي هي بالنيجاتيف اي. بالظبط، لان انت بتحسب كل التيارات اللي جوه الانكلوزد باي امبيريان باس. امبير بيقول لك ان انت تاخد كل التيارات انكلوزد باي ذات باس. يعني انا خدت الباس بتاعي دايره مثلا بره دايره بره الاثنين كوندكتورز دول، يبقى الكرنت بتاعي هو التيار اللي جوه والتيار اللي بره والتيار الثاني اللي هو التيار بتاع الكوندكتور الثاني، كل التيارات اللي جوه الباس. خدت امبيريان باس بتاعك دايره جوه الكوندكتور، الحته اللي انت ماشي اللي جوه الباس ده هي اللي تجيب التيار بتاعها. تمام؟ ايه اوكي. طيب دي كانت مساله 8 اخر مساله في الشيت. احنا كده يا جماعه خلصنا شيت رقم 5، يتبقى لنا في المنهج شيت رقم 6 بس اللي هو بيتكلم على الماجنتيك فورس، وده ان شاء الله هنخلصه الاسبوع الجاي باذن الله. سيكشن الجاي قصدك؟ عشان الاربع جاي مش سامع.
الاربع الجاي؟ الاربع الجاي اه، والاربع الجاي برضه نبدا الساعه 12 يا جماعه. الساعه 12 ماشي. انا منبه عليكم دلوقتي، الفريق ما يخش يكتبلكوا على الجروب. ممكن البي دي اف بس اه ماشي. جايين فاكرين على الواتساب؟ اوكي فاكرين على الواتساب. انا هرفع السكشنز دلوقتي، فاكرين.